نقل الكاتب والشاعر دكتور مدحت العدل أن الحنين إلى منطقة شبرا مصر سيظل قائما لما تمثله من معان مصرية في التعايش والصفاء. وخلال حفل توقيع ديوانه شبرا مصر بمعرض الشرق الدولي للكتاب، قال العدل أنه اختار هذا العنوان ليعكس حالة التألف التي تمثلها شبرا في التاريخ المصري، والتي جمعت منذ سنين بعيدة بين نماذج مختلفة عاشت في مصر. ووجه العدل شكر لقناتي اكسترا نيوز وسي بي سي لدعمهما له. اولا سعيد جدا جدا بوجودي اصلا على شاشه سي بي سي اكسترا، الشاشه اللي انطلقت منها سي بي سي 2 لما قدمت البرنامج بتاع انت حر، والبرنامج اسمه موحي. وانا سعيد جدا بوجودي في الشارقه، معرض كتاب رائع الحقيقه، حضرت معارض كتب كتيره لكن في هذا التنظيم وهذا التفاعل مع الناس حاجه عظيمه، واعتقد ان ده نابع من قيمه الشيخ سلطان القاسمي كمثقف عربي قبل ان يكون زعيما. مبسوط جدا جدا بالحضور وموجود بالتفاعل، مبسوط من رد فعل الناس على الديوان. ودايما سي بي سي تبقى هي البدايه وهي النص، وهي وجودي معاها دايما بيسعدني وبيبسطني، وكل اللي فيها اصدقائي سواء ماسكين القناه سواء جمهور القناه. وطبعا سعيد جدا جدا بنهضه مصر، الحقيقه عايز اقول ان دار نهضه مصر اللي انا اتعاملت معاها عملت في هذا الديوان مجهود اكتر من مجهود انا وانا بكتب الديوان، بشكرهم جميعا لانهم فعلا دار هايله وعظيمه. وانا اول مره ازور الشارقه كان عن طريق نهضه مصر، بشكركم ويا رب ان شاء الله السنه الجايه يبقى هنا روايتي الجديده اول روايه اكتبها عشان يبقى في سابق السي بي سي اكسترا حاره اليهود.